مقاس 17 نفس الشكل الاول ولا 2018 والدفعه الاولى بعد 2019، بس الشيء اللي اضافوه اللي هو الشاشه، وراح نشوف الشاشه مع بعض. هذه الواجهه الاماميه ومعي المفتاح صوروا لكم وتشوفونه. وهذا المفتاح طبعا هو ستارت، وشغل لكم نور وتشوفون الحين مع بعض. هذا شكله مع الجنب، اطار نيكل تحت واطار نيكل على مقابض الابواب، وعندك اشاره بمرايه هذه، واطار النيكل جاي فوق على النوافذ وعلى الباب اللي تحت. وبالنسبه لصرفيه الوقود فهذه صرفيه الوقود يمشيك اللتر 12.2. طيب وهذا الشكل الخلفي، مخارج شكمان وعندك حساسات خلفيه واطار كروم اللي جاي فوق هنا، وهذه الكاميرا الخلفيه. وبشغل لكم النور الحين وصبات تشوفونه، بس خلينا ندخل قبل، ودي اوريكم المواصفات والسعر قبل لا نركب داخل السياره. شوفوا هذه المواصفات على السريع اللي يبغى يشوفها. ثبت الشاشه، ثبت سرعه، كاميرا خلفيه، زر تحكم المقود، شاشة عرض مع نظام سمع 12 سماعة ما شاء الله. وهذه باقي المواصفات. السعر 95. طيب نشوف الداخلية، مفتاح طبعا مو بصمة. هذا الشكل الداخلي، تخشيب بيانو بلاك هنا بعد، وهنا ازرار تحكم بالنوافذ مع بيانو بلاك التخشيب اللي حوله، وازرار تحكم اللي هو بصفط المرايا اوتو بعد. ومراتب هنا جايك جلد، شوف اللي على الابواب هنا جلد، وهنا مخمل. هذا شكله من فوق. ازرار تحكم بدركسون ومثبت سرعة وتبديل شفتر، وهذه الشاشة اللي ضافوها بستاندر. وهنا التحكم بالنور، وهنا حق الشنطة وزر فاصل مانع انزلاق وفتحة التانكي، وعندك هنا كرسي كهرب. طيب خلنا نركب وشغل لكم السيارة. وهذا الشكل الداخلي قبل لا شغل لكم السيارة، شوف التخشيب ما شاء الله كامل على الابواب على الطبلون. وهذه الشاشة، شفته باللون الفضي. طبعا مفتاح مو ستارت، فبشغله لكم. هذا هو المفتاح، بسم الله. هذه الشاشة، وفي شاشة المعلومات اللي بالنص. هذه شاشة المعلومات اللي بالنص، طبلون 260. وبلوتوث بعد، وهنا المود حق تقدر تتحكم بالشاشة وأوامر صوتية. معليش على الفوكس، لكن خلينا نشغل النور إن شاء الله يضبط. إي ضبط، أوامر صوتية وبلوتوث، وهذا حق المود هنا بالشاشة، تختار اللي هو تركات، تغير التركات بيطلع لك وين بعد هنا بالشاشة. وفي شاشة المعلومات اللي بالنص بعد تقدر تتحكم فيها من وين؟ من هنا، اللي هو حق كمبيوتر الرحلات، معلومات القيادة، وكم يمشيك تانكي البنزين. وهذا ثبت السرعة. طيب خلصنا من هنا، ان شاء الله ما يزعجك الصوت حق المكيف. هذه الشاشة طبعا فيها كاميرا خلفية، الشاشة اتوقع حجمها 7 انش الشاشة. هذه هي، شوف كافة القوائم فيها ابل كار بلاي، واكيد نظام الاندرويد اوتو موجود. لا والله مو موجود، فيها بس الكار بلاي. تطبيقات، الدليل السريع، التكييف، يا عيني المكيف يطلع هنا بعد. قائمتي، القائمة الرئيسية، تقدر تحط الشيء اللي تبي تضيفه بالقائمة. الصوت، العرض، لوحة المفاتيح، الشاشة الرئيسية، هذه كلها الموجودة بالشاشة.
طبعا شوف انها مو ملونة، ابيض واسود بس. طيب وعندنا هنا الكاميرا الخلفية، كاميرا واحدة خلفية. طيب خلصنا الجرنط يدوي. طيب خلصنا من الشاشة، فتحت التكييف. هنا تحكم بالمكيف مستقل للسواق والراكب، وهنا التحكم بالشاشة. طيب شغل النور مرة ثانية ونجي هنا. هذا تخشيب كله بيانو بلاك، وفي مساحة تخزين، وفي مخرج يو اس بي واويو اكس و12 فولت، وهذا الجير بست سرعات توبترونيك، وهذا الزر حق الكاميرا. وضعيات القيادة عندك ثلاث وضعيات، كومفورت وايكو وسبورت. وعندنا يا طول العمر والسلامة نكمل هنا تخشيب كامل كله اللي هنا بيانو بلاك. هنا حامل كواب، وهذه تكاية بالنص بدون مخارج يو اس بي. مساحة تخزين عندك هنا وهنا وهنا. وجهة الراكب في قفل مركزي، شوف هذا قفل مركزي، وهذا الدرج مقفل عارفينه محتاج. الباقات أمامية اللي شوفنا. وهذا مرتبة الصف الثاني بدون ستاير جانبية. عندك هنا تخشيب، وهذا تكاية بالنص مع حامل كواب وفتحات ومخارج ومكيف، وهذا الطبلوه من ورا. وفي هنا تقدر بعد تفتح تشوف الشنطة اللي ورا اللي بتسحب اغراض ولا تبي شيء. لونه مراتب قريب للبيض ترى، بيج فاتح يعني. طبعا ستاندر بدون فتحة، الإضاءات باللون الأبيض. وهذا شكل أبواب مفتوحة، واسطبات الإي دي بعد الخلفية، اسطبات خلفية الإي دي. وهذه جهة الراكب، شوف الإضاءة باللون الأحمر حق الباب. وهذه جهة الراكب، وكرسي كهرب للراكب بعد. في ليد نهاري مع زنون هذا الواطي. هذا النور العالي هولوجين اصفر، وكشاف الضباب اصفر، بس الواطي هو اللي يزن. الاصفر العالي اصفر. شغل لكم فريشر الحين تشوفون. هذا فريشر وشاره بمرايه بعد، واسطبات الخلفيه. طبعا الإشارة عادية مو LED. الحين أوريكم الماكينة والشنطة. خلينا نجي عند الشنطة ما دام واقفين هنا. الشنطة يدوية طبعا. هذه الشنطة ثلث طفاية حريق، وهذا سبير والعدة. ما شاء الله تبارك الله، والله مساحة الشنطة كبيرة. وهذه الكاميرا. وهذا صوت البوري. وهذه المكينة ست سلندر بحجم 3.3 قوة 270 حصان. وبس خلصنا.